كشف السيد طلال عارف العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد أن مجموع ما تم تحصيله من المزادات الإلكترونية الثلاثة التي تم تنظيمها في فترات متقاربة إضافة للبيع المباشر للأرقام بأسعار ثابتة بلغت أكثر من 621 ألف دينار من أكثر من 1300 رقم. وأكد العريفي في تصريح له خلال إقفال المزاد الإلكترونية الثالث مساء أمس بأن حصيلة هذه المزادات والبيع بالأسعار الثابتة سيتم إيداعها بوزارة المالية في إطار عمل الشركة كواحدة من الشركات المنضوية تحت شركة ممتلكات القابضة. وقال العريفي أن تنظيم المزادات العلنية والإلكترونية لبيع فئة الأرقام الجديدة من لوحات السيارات الخاصة سوف يستمر. من جانب آخر قال السيد عمر مطر المناعي المدير التنفيذي لشركة العربية للمزادات أن ما تحقق من نجاح يضاف إلى نجاح التعاون الثنائي بين العربية للمزادات وشركة مزاد. وأشار إلى أن المزاد الإلكترونية الثالث انتهى بطرح 70 لوحة مميزة لأرقام السيارات.